بسم الله، هنبدأ إن شاء الله مع بعض الجزء الثاني من كورس البروجرامينج. كنا خلصنا الجزء الأولاني اللي هو بتاع البرنسبلز، المبادئ اللي هي بقى الفاريبلز، الداتا تايبس، الكونفرتينج، الأوبريتورز، الحاجات الأساسية ديت. وهنبدأ في أول موضوع، تاني موضوع اللي هو الكونديشنال برانشينج أو تفرع المشروط، أو لو يعني الأوامر اللي بتتنفذ بيزد على كونديشن، بيزد على شرط. احنا كنا اخدنا منهم فكره كنا اخدنا فكره عن الموضوع دوت واحنا بنتناول الكونديشنال تيرنري اللي هو معامل الشرط الثلاثي ده، اللي احنا قلنا ان هو والله عنده كونديشن، لو كونديشن ترو بينفذ حاجه، لو كونديشن فولس بينفذ حاجه تانية. كنا شفنا مثال بسيط، بس طبعا هو كان ده الشكل المختصر، لكن في جزء اساسي في كل لغات البرمجه يخص الكونديشنال برانشنج، بتبقى جملة اسمها if statement، جملة اسمها if statement. الفكرة كلها بتاعتها وببساطة ان احنا كل البرامج اللي نفذناها في الغالب بتبقى برامج بنفذ سطر ورا سطر ورا سطر ورا سطر ورا سطر، يعني sequential execution، يعني تنفيذ تتابعي او متتالي. السطر الاول يخلص، التاني يتنفذ، التالت ينفذ، وهكذا. لكن في اغلب الاحيان ممكن نبقى عايزين ننفذ اوامر او ما ننفذش اوامر طبقا لشرط محدد، يعني في شرط حصل بننفذ اوامر، او ما حصلش بننفذ اوامر ايه، اوامر معينه تانية. بناء على فكره معينه، لو كان كذا اكبر من كذا اعمل كذا، ما كانش اكبر من كذا اعمل كذا. فبيدينا مثال هنا ونبقى نرجع له ان شاء الله ننفذه مع بعض. نقول على سبيل المثال عايزين نحسب فاتوره الكهرباء. فاتوره الكهرباء بتوقف دوت على كميه الاستهلاك. كميه الاستهلاك لو انت بتستهلك مثلا اقل من 100 كيلو في الشهر مثلا، في الحاله دي هيكون الكيلو الاستهلاك مثلا بخمس قروش. وهننفذ بقى اوامر الحسابات طبقا للمعادله دي، او طبقا لفكره الخمس قروش، او يعني سما يكون. اما اذا كان الاستهلاك اكتر من او يساوي 100 كيلو، فيتحسب مثلا ب 10 قروش، تخش شريحه تانية زي ما بيقول خلاص، ومش هننفذ شغل الخمس قروش، وهكذا. فهنا فكره عايز انفذ حساباتي تختلف على حسب استهلاكك مثلا. هنبقى نرجع للمثال ده ان شاء الله وننفذه مع بعض. لكن الكونديشن ببساطه هو عباره عن شرط او قيد يمكن تحقيقه، ممكن ما يتحققش. في حاله تحقيقه هننفذ اوامر، في حاله عدم تحقيقه هننفذ اوامر اخرى. لو تم التحقق منه وطلع ترو او طلع صح او طلع يس، النتيجه بتاعته فعليه، في الحاله دي بننفذ اوامر في حاله الترو، ولو كان فيها غلط بننفذها في حاله الفولس. طبعا الشرط ده ممكن يكون اكسبريشن. يعني اكسبريشن يعني ممكن يكون تعبير على بعضه مكون من مجموعه من الكونديشنز، كذا اكبر من كذا او كذا اقل من كذا او نوت كذا. احنا اخذنا طبعا لوجيكال اوبريتورز اللي هي الاند والاور والنوت، واخذنا برضو اللي هي الاوبريتورز اللي هي الكومباريزن اوبريتورز، اللي هي هل بيساوي، هل اكبر من، هل اكبر من او يساوي، اصغر من او اصغر من او يساوي، او الى اخره. فعشان نوضح الفكره، فبقول الشكل دوت، الرسمه دي في الفلو شارت بتنفذ لنا مجموعه من، او بتورينا مجموعه من التعليمات. هتتنفذ امتى التعليمات دي؟ بناء على ناتج الشرط، وناتج الشرط دايما بيبقى يا ترو يا ايه، يا فولس. دايما ممكن يقابلنا كود قبل الاف ما لناش دعوه بيه، كود ما قبل الشرط ما لناش دعوه بيه خالص. الشرط دايما بنحطه في الشكل اللي احنا شايفينه دوت، اللي هو المعين او الكونديشن ده او الديسيجن ده. ده السؤال، والسؤال ده بيتجاوب عليه دايما يا بترو يا فولس، يا يس يا نو، يا ابيض يا اسود، يا يا لا. فاذا طلع يس هينفذ الاوامر اللي هنا، وبعدها يطلع للده، ده ملوش دعوه. لو طلع فولس او نو هيعدي هنا ينفذ ده، وبعد كده ينفذ ده، ده ملوش دعوه. هنا دي بعض الاوامر بتتنفذ في حاله ان الشرط اصلا جاب ترو. اما هنا دي بعض الاوامر بتتنفذ في لو كان الشرط اللي فوق ان هو جاب فولس. اما هنا ده كود بعد الشرط اصلا خالص، هيتنفذ سواء كان جاب ترو جاب فولس، ملوش دعوه باللي قبليه، مش داخل الطرفين بتوع الشرط او السؤال. تمام كده؟ طيب لو بصينا طبعا الاف ستيتمنت ليها اكتر من نوتيشن. يعني ايه اكتر من نوتيشن؟ ليها اكتر من شكل بتكتب بيه. هناخد ابسط واحد اللي هو الفيرست نوتيشن، اول شكل هنتكلم عليه من شكل اوامر الاف. اف وهنا في كونديشن، وبحط سبيس، بعمل ستيتمنت امر بيكزكيوتد بيتنفذ لو كان الاف كونديشن ده جايب ترو. يبقى هنا ده اتوقع ده امر، يعني ده امر، بس لازم يكون عشان يعرف ان الامر ده تابع للكونديشن لازم احط سبيس، او تابع للاف لازم احط سبيس. الوايت سبيس دي بتفهمه ان دي
ريليتد على حسب الكونديشن اللي هيحصل هنا. الاندكيشن بتتنفذ على حسب الكونديشن، فالكونديشن جاب ترو هتتنفذ الامر، الكونديشن جاب فولس مش هيتنفذ الامر. فالسبيس هنا والوقت سبيس مهم جدا. طب في ستيتمنت اكزكيوتد في الكونديشن ترو تاني، وده برضو تبع الكونديشن، يبقى كده معناها لو الكونديشن ده جاب ترو هينفذ الامرين دول اللي فيهم السبيس، الكونديشن جاب فولس مش هينفذ الامرين دول. طب الامرين دول بالنسبه له بقى عارف ان دول تابعين للكونديشن. طبعا لغات البرمجه غالبهم بيعمل اللي هو كيرل بريسز، اللي هو يقول لك والله ومعامل كده قوس من هنا وقوس في الاخر هنا، في الحاله دي كل اللي ما بين القوسين يتنفذوا لو الكونديشن عمل ترو، وما يتنفذوش لو الكونديشن عمل فولس. طبعا يعني البايثون شغاله كده مش مشكله، المهم ان دي تحديد السكوب بيحصل بالشكل ده. طب الستمنتس اللي بره دي، الستمنتس دي اكزكيوتد افتر اف، دي الامر اتنفذ بعد الاف دي ما تخلص ريجاردليس اوف كونديشن ريزلت، بغض النظر عن نتيجه الريزلت سواء كان ده ترو دي هتتنفذ. طب دي فولس برضه الستمنت دي هتتنفذ، ملهاش دعوه لانه مش داخله السكوب. لكن لو دي ترو دول هيتنفذوا ودي كده كده هتتنفذ. طب لو ده جه فولس دول مش هيتنفذوا، لكن دي ملهاش دعوه بالاف، هتتنفذ هتتنفذ. فيبقى كده في عندي اوامر تسبق الاف، في كونديشن، الكونديشن ده لو جاب ترو بتنفذ الاوامر، الاوامر او عده اوامر هنا بتتنفذ في حاله ان يكون الشرط ترو. اما لو كان فولس ما بنعملش حاجه، احنا مش عاملين الفولس دلوقتي، مش عاملين حسابنا في الفولس، وكده كده في اوامر تالي لجمله الاف بره جمله الاف خالص. لو فكرنا في مثال نعمله على الشكل ده وننفذه مع بعض، فقال لي مثال عايزين ندخل رقم للكمبيوتر ويرد عليا يقول لي الرقم ده زوجي ولا مش زوجي. في طبيعه الحال الرقم يكون زوجي او مش زوجي، ده بنعرفها لو اي رقم باقي الاسم الصحيح على الاثنين بصفر، اسف اي رقم باقي الاسم الصحيحه بتاعته، يعني باقي الاسم باقي الاسم باقي الاسم، مش بتكلم على الاسم الصحيح، بتكلم على باقي الاسم، طول ما هو باقي الاسم بصفر يبقى الرقم ده باتنين. يعني الاربعه اتنين واتنين ومش هيبقى معايا حاجه، السته تلاته وتلاته ومش هيبقى معايا حاجه، العشره خمسه وخمسه مش هيبقى معايا حاجه، الميه خمسين وخمسين مش هيبقى معايا حاجه. فقال لك خلاص بالفكره دي اقدر اعرف رقم زوجي ولا مش زوجي، لو قلت ثلاثه على الاثنين هاخد ده واحد واحد وهيبقى معايا واحد، بقى رقم فردي. احنا دلوقتي بنتكلم عن الرقم الزوجي، فبيقول لي الاول هنقول له دخل رقم، بعد كده هريد الرقم ده احطه جوه اكس واسال، لو كانت الاكس مودولس 2 يعني باقي الاسم الصحيح على 2 بتساوي صفر، معناها ان الرقم قبل الاسم الصحيح وما بقاش شيء. طالما ما بقاش شيء يبقى في الحاله دي هقول له النمبر ايفن، الرقم ده زوجي. غير كده هقول له بروجرام كومبليت، وكده كده مش غير كده بروجرام كومبليت دي كده كده في الخطوه الرابعه هتطبع هتطبع، انا اقصد ان دي بره السكوب خلاص. وطبعا الريد دي بره السكوب مالهاش دعوه بالاف، صح كده؟ طبعا برضه نقدر نرسم الرسمه دي، نقدر نعملها كفلوت شارت بنفس الايه المنطق ده، الاوامر تسبق الجمله ان انا هريد، والكونديشن والترو بعديها ايه اوامر الايه كلمه ذا ايفن، واللي بره دي كده كده البروجرام كومبليت عشان تعمل الرسمه دي. طيب انا هنفذ دي معاكم وهبقى اسيب لكم واحده في الاكزامبلز تنفذوها مع بعضيكم او مع نفسك. هاجي كده واقول له انا عايز اعمل فايل جديد، هعرف الفاريبل اكس واقول ده بيساوي، وهقول له هحوله للفلوت عشان ممكن الرقم يكون فيه كسر. جوه الفلوت هعمل انبوت، هقول له انتر ان نمبر، خلاص ده امر بره الاف خالص، وعملت ريد وحطيته جوه الاكس، هقول له اف سبيس اكس مودولس، مودولس علامه المودولس كده صح، مودولس 2 يعني بقى الاسم الصحيح على 2 لو جابت معايا صفر، طبعا بنحط علامتين بيساوي عشان اخدنا الفرق ما بين الكومباريزون اوبريتورز والاساينمنت اوبريتور، قلنا اللي هي بيساوي واحده دي معناها اساينمنت، يعني انا عايز احط كوما صفر جوه اللي على الشمال دي الاساينمنت، اما الكومباريزون بقارن هل الاكس مودلس 2 بيساوي صفر؟ ولا لا؟ فيرد عليا بقى او لا، ده الكونديشن او الاكسبريشن بتاع الكونديشن بتاعي، حط كولون دوس انتر، تلاحظوا ان هو اداني
زقني زقة عشان اكتب مثلا الامر بتاعي، فاقول له print number is even. خلاص كده اهو، لما انا مسحت فطلعت بره البرنت، يعني طلعت اسف بره الزقه اللي جوه الاف، قلت برنت، فاقول له هنا بروجرام كومبليتد. ده كده امر بره الايه، بره سكوب الاف، ملوش دعوه بالاف اساسا، وده برضو امر بره سكوب الاف، ملوش دعوه بالاف. الامر الوحيد اللي متعلق بجمله الاف اللي هو البرنت بتاع نمبر از ايفن. وطبعا ده احنا عرفناه بسبب الايه، الوايت سبيس دي اللي احنا بنسميها الايدنتيشن. الايدنتيشن هي اللي بتحدد السكوب، هي بتحدد السكوب، هي بتحدد ان الامر نمبر از ايفن دي تابعه للاف. الاف صح جابت ترو تنفذها، ما جابتش جابت فولس ما تنفذهاش. بس هسيف طبعا الايه الاكزامبل ده في المكان اللي بسيف الاكزامبلز بتاعتي. تقريبا ده كان اكزامبل 26. وتعالى ندوس اف 5 عشان ننفذه. قال يدخل رقم، قلت له الرقم 5، قال البروجرام كومبليتد. صحيح ما طبعش الري، لان الخمسه مودولس 2 فيها الواحد، صح؟ فمش هينفذ ده، لكن طبعا دي عشان دي بره الاف اصلا. طب دوست ايراد تاني اف 5، قال يدخل رقم، قلت له 10. 10 دي هتجيب صفر، انا 10 مودولس 2 يعني مش هيبقى، هيبقى صفر. دوست قام قال لي النمبر از ايفن، وبرده كده كده بروجرام كومبليتد ايه، اشتغلت معايا. كده تمام، ده الشكل المبدئي لي او الفيرست نوتيشن اوف اف ستيتمنت.